وأنا أقول لك ذلك، إنها نفس المرأة، لا شك في ذلك. حيث نظر القبطان هايدوك في وجه صديقه المتحمس المتلهف وتنهد. كان يود لو أن إيفانز لم يكن بتلك الإيجابية أو الابتهاج. فخلال حياته في العمل بالبحر، تعلم القبطان المحنك أن يترك الأمور التي لا تعنيه وشأنها. أما صديقه إيفانز المفتش السابق في المباحث الجنائية، فقد كانت له فلسفة مختلفة في الحياة. ففي بداية حياته كان شعاره التحرك وفق المعلومات التي تم تلقيها، وهو الشعار الذي قام بتطويره لكي يحصل على معلومات خاصة به. كان المفتش إيفانز ضابطا ذكيا ويقظا جدا، وكان قد حصل على المكانة التي يتمتع بها الآن عن استحقاق. وحتى الآن بعدما تقاعد من الوظيفة واستقر في منزل أحلامه الريفي، لا تزال غريزته المهنية نشطة. وكرر في رضا: إنني لا أنسى أي وجه، إنها السيدة أنطوني. نعم، إنها السيدة أنطوني بالفعل. عندما قلت السيدة ميرودين تعرفتها على الفور. شعر القبطان هايدوك بعدم ارتياح، فقد كان آل ميريدين أقرب الجيران إليه، أقرب من إيفانز نفسه، وقد ضايقه ربط السيدة ميريدين ببطلة إحدى القضايا المثيرة للجدل. وقال في صوت ضعيف إلى حد ما: لقد كان ذلك منذ وقت طويل. فقال إيفانز بدقة كعادته: 9 سنوات، 9 سنوات و3 أشهر، هل تتذكر القضية؟ أتذكر منها القليل. اتضح أن أنطوني قد تناول سم الزرنيخ، لذا أفرجوا عنها. حسنا، ولماذا لا يفعلون ذلك؟ لا يوجد سبب في العالم، إنه مجرد حكم قضائي صدر بناء على دليل تم الحصول عليه وكان صحيحا تماما. إذن كل شيء على ما يرام، ولا أدري ما الذي ننزعج بشأنه. وهل أحد منا منزعج؟ أعتقد أنك منزعج. على الإطلاق كابتن، لقد انتهى الأمر وحدث ما حدث. فلو كانت السيدة ميريدين في إحدى فترات حياتها سيئة الحظ وتمت محاكمتها ثم أفرج عنها في قضية قتل. قاطعه إيفانز قائلا: ليس من العادة أن يعد الإفراج سوء حظ. قال الكابتن هايدوك في غضب: أنت تعرف ما أقصد، فإذا كانت تلك السيدة المسكينة قد مرت بتجربة مؤلمة، فليس من شأننا أن نعيدها إلى الأذهان، أليس كذلك؟ لم يجب إيفانز. افهم يا إيفانز، لقد كانت السيدة بريئة وأنت قلت ذلك تون. لم أقل إنها بريئة، بل قلت إنهم أفرجوا عنها. الأمران متساويان. ليس دائما. توقف كابتن هايدوك الذي هم بتفريغ محتويات غليونه على أحد جانبي كرسيه، وجلس بتعبير يوحي بالانتباه واليقظة، وقال: أهلا أهلا أهلا. إذن فرياح تأتي من هذا الاتجاه، أنت تعتقد أنها لم تكن بريئة، أليس كذلك؟ لم أقل ذلك، ولكنني فقط لا أعلم. فقد اعتاد أنطوني على أن يستخدم الزرنيخ، وقد اعتادت زوجته على إحضاره له، وفي ذات يوم أخذ عن طريق الخطأ كمية كبيرة منه. فهل كان الخطأ منه أم من زوجته؟ لا أحد يعلم. ومنحها هيئة المحلفين امتياز عدم وجود الدليل القاطع، وكان هذا صحيحا، ولا أجد خطأ في ذلك. على أي حال أود أن أعرف. انتقل الكابتن هايدوك باهتمامه إلى غليونه مرة أخرى وقال بارتياح: حسنا، هذا ليس من شأننا.
ولكنني لست متأكدا تماما، قاطعه هايدوك. لكن بالتأكيد. انصت إلي لدقيقة، إن هذا الرجل ميريدين كان في معمله هذا المساء محاطا بالاختبارات. نعم، لقد أجرى اختبار مارشي الخاص بالزرنيخ، وقال إنك ستعرف كل شيء عن ذلك خلال اتصاله بك. وقهقه، ولم يكن ليقول ذلك لو كان فكر لدقيقة واحدة. تعني أنه لو كان يعلم لما قال ذلك؟ كم مر على زواجهما؟ لقد أخبرتني أنه مضى على زواجهما 6 سنوات، أليس كذلك؟ أراهنك على أي شيء أنه لا يعلم تماما أن زوجته هي السيدة أنطوني سيئة السمعة، قال كابتن هايدوك بعنف. وبالتأكيد لن يعرف ذلك مني. لم يعره إيفانز اهتماما وواصل حديثه قائلا، لقد قاطعتني الآن، فبعد اختبار مارش قام ميريدين بتسخين مادة في أنبوبة اختبار، وبعد ذلك حلل الشوائب المعدنية في الماء ثم رصبها بإضافة نترات الفضة، وكان ذلك اختبار للكشف عن أملاح الكلورات، وهو اختبار بسيط، ولكنني قرأت هذه الكلمات بالمصادفة في كتاب وجدته مفتوحا على المنضدة، يتحلل حمض الكبريتيك إلى كلورات التي تتحول إلى أكاسيد الكلور، وعند التسخين يحدث انفجار، فلا بد إذن أن يبقى المخلوط في درجة حرارة منخفضة وأن يتم استخدامه بكميات ضئيلة جدا. حدق هايدوك النظر إلى صديقه وقال، حسنا، وما الأمر إذن؟ هذا هو الأمر، ففي مهنتي نقوم باختبارات أيضا، اختبارات عن وقوع جريمة قتل، ونضيف الحقائق ونقرأها، ونقوم بتحليل النقاط الهامشية عندما يتواجد أمامك عدم الدقة العامة للشهود، ولكن هناك اختبار آخر للقتل، إنه دقيق للغاية، ولكنه إلى حد ما خطير، فنادرا ما يكتفي القاتل بجريمة واحدة، بل اعطيه وقتا وابعد عنه شبح الشك فيه وسيرتكب جريمة أخرى، فأنت تمسك بالفرد وتفكر هل قتل زوجته أم لا، ربما تكون القضية لا تتوافر كل دلائلها ضده، وبالتالي عليك أن تنظر في ماضيه، إذا وجدت أنه كان لديه زوجات عديدات قد وافتهن المنية جميعا، دعنا نقل هذا، إذن فقد توصلت إلى الخيط، إنني لا أتحدث من الناحية القانونية كما تعلم، ولكنني أتحدث من منظور الإحساس اليقيني، وبمجرد أن تعرف يمكنك البدء في البحث عن الدليل. حسنا، وماذا بعد؟ سأوضح لك الفكرة، هذا ينطبق على حالتي ما إن كان هناك ماض تبحث عنه، ولكن ماذا لو أمسكت بقاتل تكون هذه أول جريمة يرتكبها؟ إذن لن نجني من هذا الاختبار أي نتيجة، لكن السجين الذي يتم الإفراج عنه يبدأ حياة جديدة تحت اسم مستعار، فهل سيكرر القاتل جريمته أم لا؟ هذه فكرة في غاية الخطورة. ألا تزال تقول إن هذا ليس شأننا؟ نعم، أصر على هذا، فليس هناك سبب يجعلك تتهم السيدة ميريدين. ظل المفتش المتقاعد صامتا للحظة، ثم قال في هدوء، لقد أخبرتك أننا فتشنا في ماضيها ولم نصل لشيء، لكن هذا ليس صحيحا بصورة كلية، فقد كان هناك زوج أمها، وعندما كانت في 18 من عمرها كانت تحب شابا، ولكن زوج أمها استخدم سلطته بأقصى ما بوسعه لإبعادها، وذات يوم ذهبتا مع زوج أمها للتمشية في منطقة وعرة من المنحدرات الصخرية، ووقعت حادثة حيث اقترب زوج أمها من حافة المنحدر فانزلق ومات. إنك لا تظن؟ كانت حادثة
إنها مجرد حادثة وجريمة أنطوني الزائدة من الزرنيخ كانت حادثة أيضا ولم تكن لتحاصرها الظنون لو لم يكن هناك رجل آخر. ولقد راوغ بالمناسبة وبدا كأنه غير راض رغم رضا هيئة المحلفين. إنني أخبرتك يا هايدوك إنني أخاف بشأن هذه المرأة من أن تقع حادثة أخرى. هز الكابتن العجوز كتفيه استهجانا. حسنا، ولكنني لا أعرف كيف يمكنك منع وقوع ذلك، قال إيفانز بمرارة. ولا أنا، لا بد أن أبقى وشأني، فلا يجلب التدخل في شؤون الغير أي منفعة. لم تكن تلك النصيحة مستساغة للمفتش المتقاعد، فكان رجلا صبورا ولكنه عنيد في الوقت ذاته، وبعد أن وضع صديقه توجه إلى القرية وجال بخاطره احتمالات النجاح في مهمته. وعند توجهه إلى مكتب البريد لشراء بعض الطوابع اصطدم بمن يشغل باله مصادفة، ألا وهو جورج ميريدين. وكان جورج أستاذ الكيمياء المتقاعد، رجلا صغير الحجم ذا هيئة تعبر عن أنه إنسان حالم، وكان لطيفا وعطوفا وشارد الذهن في أغلب الأحيان. وتعرف على إيفانز وحياه بلطف وانحنى ليلتقط الخطابات التي وقعت على الأرض إثر اصطدامه به. وكذلك انحنى إيفانز وكانت حركته أسرع من الرجل، وتناول ما سقط منه وأعطاه لصاحبه واعتذر. لمح إيفانز العنوان المكتوب على أحد الخطابات بينما كان يسلمها له، وهو ما أثار شكوكه فجأة، حيث كان يحمل اسم شركة تأمين شهيرة. وعلى الفور دارت الأفكار برأسه إن ميريدين الساذج لن يدرك السبب الذي جعله هو والمفتش المتقاعد يذهبان إلى القرية معا، ولن يدرك المغزى من الحوار الذي سوف يدور حول موضوع التأمين على الحياة. ولم يجد إيفانز صعوبة في الوصول إلى هدفه، وقدم ميريدين من تلقاء نفسه معلومات حول قيامه توا بالتأمين على حياته لصالح زوجته، وسأل إيفانز عن رأيه في الشركة المذكورة، فأوضح قائلا: لقد استثمرت أموالي استثمارا خاسرا، وبالتالي تضاءل دخلي، لذا فإن وقع بي أي مكروه فسوف أترك زوجتي في حالة يرثى لها، وهذا التأمين يجعل كل شيء على ما يرام. فسأله إيفانز في غير اهتمام: ألم تعترض على تلك الفكرة؟ فبعض السيدات يعترضن كما تعلم، ويعتقدن أنه أمر يبعث على التشاؤم. فقال ميريدين مبتسما: أوه مارغريت؟ لا، مارغريت تفكر بشكل عملي للغاية ولا تعير تلك الخرافات اهتماما. في الحقيقة أعتقد أنها كانت فكرتها في البداية، فلم تكن ترغب في أن تراني قلقا. حصل إيفانز على المعلومات التي رغب في الحصول عليها، وترك الرجل بعد ذلك بفترة وجيزة. فقد أمن السيد الراحل أنطوني على حياته لصالح زوجته قبل وفاته بأسابيع قليلة، وكان متأكدا مما يدور بذهنه كعادته اعتمادا على فطنته وموهبته الفطرية. ولكن كيفية التصرف والتعامل مع تلك الأفكار كان أمرا آخر، فهو لا يرغب في القبض على المجرم ويداه ملطخة بدماء الجريمة، بل يرغب في تجنب ارتكاب وقوع الجريمة. وهذا يختلف تماما، بل إنه أمر صعب وشاق للغاية. ظل يفكر طوال اليوم، وكان هناك حفل خيري بنادي اتحاد جمعية بريمورز بعد الظهيرة مقاما للاحتفال بالقاضي المحلي، فذهب إليه واشترك في إلقاء العملات المعدنية وغيرها من الأنشطة، لكن وجهه كان مشتتا ومستغرقا في التفكير، وانخرط كذلك مع من يقرؤون الطالع وهو يبتسم لنفسه، حيث تذكر ممارساته ضد قارئ الطالع وقت وجوده بالخدمة. لم يكترث إيفانز لأشعار ودندنة العرافة، ولم يلتفت إليها إلا بعدما قالت جملة لفتت انتباهه: قريبا، قريبا جدا حقا، سوف تنشغل بمسألة حياتي أو موت، حياتي أو موت شخص. فسأل فجأة: ماذا؟ ما هذا؟ قرار سيكون عليك أن تأخذه،
لابد أن تكون حريصا، حريصا جدا جدا، فلو حدث وأخطأت فإن أبسط الأخطاء قد... نعم، ماذا؟ ارتعدت العرافة، وكان يعرف المفتش إيفانز أن هذا كله هراء، إلا أنه رغم ذلك كان متأثرا بكلامها وأكملت قائلة: أحذرك، ينبغي عليك ألا تقترف أي خطأ، لأنك إذا أخطأت فسوف تكون النتيجة هي الموت. شيء غريب، شيء في غاية الغرابة، موت؟ يا له من خيال واسع يعتريها. هل إذا أخطأت ستكون النتيجة هي الموت؟ هل هذا سيحدث حقا؟ نعم. نهض إيفانز على قدميه وأعطاها نصف كراون وقال: في هذه الحالة يجب علي ألا أرتكب خطأ، أليس كذلك؟ كان يقول ذلك باستخفاف واضح، لكنه بينما يخرج من الخيمة أخذ يفكر. فمن السهل أن تقول أي شيء، لكن ليس سهلا أن تكون متأكدا من حدوث شيء. لابد ألا يقترف أبسط الأخطاء، وإلا تعرضت حياة شخص للخطر بسبب هذا الخطأ. لم يكن هناك أحد ليساعده، وبزغ شبح صديقه هايدوك أمام عينيه دون جدوى. فشعار هايدوك هو: دع الأمور وشأنها. وهذا الشعار لا يجدي هنا. كان هايدوك يتحدث إلى امرأة، وبعدما تركته وجاءت في اتجاه إيفانز فتعرف عليها المفتش، لقد كانت السيدة ميريدين، وهو ما جعل إيفانز يتجه نحوها عمدا. كانت السيدة ميريدين امرأة حسنة المظهر، ذات حاجبين عريضين وعينين بنيتين جميلتين تعبران عن رباطة جأشها وهدوئها. لقد كانت تشبه مادونا الإيطالية، حيث ينسدل شعرها على جانبي أذنيها وتتمتع بصوت عميق هادئ. ابتسمت لإيفانز ابتسامة تعبر عن الرضا والترحاب، وقالت بعفوية: أعتقد أنه أنت السيدة أنطوني، أني السيدة ميريدين. لقد وقع في الخطأ عمدا، ونظر إليها دون أن يبدي ذلك، حيث رأى عينيها تتسعان وسمع تلاحق أنفاسها، لكن عينيها لم تظهر اضطرابها، وأخذت تنظر إليه في ثبات وفخر، وقالت في هدوء: كنت أبحث عن زوجي، ألم تره في أي مكان؟ ومشي معا جنبا إلى جنب، وأخذا يتحدثان بهدوء ولطف. وشعر المفتش بأن إعجابه بها يزداد، فأي امرأة هذه؟ إنها امرأة قوية، إنها امرأة في غاية الاتزان، إنها امرأة مميزة، لكنها في غاية الخطورة. لقد صار متأكدا من أنها في غاية الخطورة، لكنه لا يزال يشعر بعدم الارتياح رغم رضائه عن تلك الخطوة التي بادر بها، حيث جعلها تعرف أنه تعرف عليها، وهذا الأمر سوف يمنعها كي لا تجرؤ على القيام بأية محاولة متهورة. لكن لا تزال هناك مسألة ميريدين، فلو كان بالإمكان أن يتم تحذيره. لقد وجد الرجل صغير الحجم شارد الذهن ويتأمل في دمية صينية كسبها من لعبة رمي العملات، واقترحت زوجته التوجه للمنزل فوافقها على الفور. فاستدارت السيدة ميريدين إلى المفتش وقالت: ألا تأتي معنا وتتناول كوبا من الشاي الدافئ يا سيد إيفانز؟ فكر إيفانز، هل كان صوتها يحمل في نبرته الخافتة شيئا من التحدي؟ فقال: شكرا يا ميسيس ميريدين، بكل سرور. ومشوا وابتعدوا وهم يتحدثون معا عن عناصر الطبيعة التي تبعث على البهجة، حيث كانت الشمس مشرقة وهبت نسمات رقيقة، وكان كل شيء حولهم مبهجا وعلى طبيعته. وعندما وصلوا إلى المنزل الفاتن قالت ميسيس ميريدين: إن الخادمة في الحفل الخيري. وتوجهت إلى حجرتها لخلع قبعتها، ثم عادت لتعد الشاي وتضع الغلاية فوق موقد صغير، وأخرجت من رف الموقد 3 أقداح و3 صحون، وقالت: لدينا شاي صيني ذو مذاق خاص، ودائما ما نتناوله على الطريقة الصينية في أقداح وليس فناجين. ثم توقفت فجأة وحدقت النظر في قدح منها في صيحة غضب: جورج، هذا سيء جدا منك،
لقد أخذت هذه الأقداح ثانية؟ قال البروفيسور في اعتذار: آسف يا عزيزتي، فأحجامهم ملائمة والأقداح التي طلبت شرائها لم تصل بعد. قالت الزوجة وهي تبتسم: سوف نموت بالسم جميعا ذات يوم، لأن ماري الخادمة تجد الأقداح في المعمل فتعيدها ولا تغسلها إلا إذا لاحظت بوضوح وجود شيء بداخلها، ولم لا؟ فقد استخدمت أحدها ووضعت به مادة سيانيد البوتاسيوم في أحد الأيام. حقا يا جورج، هذا شيء في غاية الخطورة. بدأ مريدين غاضبا ومنزعجا قليلا، ثم قال: ولكن ليس من شأن ماري أن تأخذ أي شيء من المعمل، وليس لها أن تلمس أي شيء هناك، ولكننا كثيرا ما نترك فناجين الشاي هناك، فماذا تفعل ماري؟ كن متعقلا يا عزيزي. توجه البروفيسور إلى المعمل متمتما لنفسه وهو يبتسم، وصبت السيدة ميريدين الماء المغلي على الشاي وأطفأت لهيب الموقد. صار إيفانز في حيرة، لكن ثمة شيئا واضحا قد فهمه. فالسيدة ميريدين لسبب أو لآخر تحاول إثبات شيء، ألا تحاول أن تجعل الأمر مجرد حادثة؟ فهي تحاول عمدا أن تمهد لنفي تورطها في حدوث جريمة، فعندما تقع الحادثة يكون إيفانز دليلا وشاهدا صالحها، لكنها حمقاء، لأنه قبل أن يحدث هذا. وفجأة التقط أنفاسه حيث شاهدها تصب الشاي في الأقداح الثلاثة، وتضع واحدا أمامه وآخر أمامها، والثالثة وضعته على منضدة صغيرة بجوار المدفأة القريبة من الكرسي الذي اعتاد زوجها الجلوس عليه، وارتسمت على شفتيها ابتسامة غريبة حينما وضعت ذاك الأخير على المنضدة، وكانت تلك الابتسامة هي سبب ما صوره من قلق. لقد عرف ما تنوي فعله. إنها امرأة غريبة، امرأة خطيرة، إنها لا تضيع وقتا ولا تقوم بإعداد للجريمة. لقد حان موعدها بعد ظهيرة هذا اليوم، سوف تحدث بعد ظهيرة هذا اليوم في وجوده ليكون شاهدا على أنها حادثة. ولعل تلك الجرأة التي جعلت أنفاسه تتلاحق، يا لها من مهارة، يا لها من مهارة لعينة، لن يكون قادرا على إثبات شيء. لقد مضت في خطتها دون أن تلتفت لشكوكه، وذلك لأن الجريمة سوف تقع على الفور. إنها حقا امرأة سريعة التفكير والتصرف. فأخذ نفسا عميقا وانحنى للأمام وقال: ميسيس ميريدين، إنني رجل ذو هواجس غريبة، هل تسمحين لي أن أبوح لك بواحدة منها؟ نظرت إليه في غرابة، لكن لم يظهر عليها الارتياب، فنهض وأخذ القدح من أمامها، ثم صار إلى المنضدة وبدله ووضع الآخر أمامها وقال: أريد أن أراك وأنت تشربين هذا. نظرت إلى عينيه في عدم فهم، وتحول لون وجهها ببطء، ومدت يدها وامسكت القدح واحتبست أنفاسه. شعر أنه قد ارتكب خطأ منذ البداية. رفعت السيدة القدح إلى فمها، وفي اللحظة الأخيرة انحنت للأمام في رجفة وسكبته بسرعة في مزهرية تحتوي على نبات السرخس، ثم عاودت الجلوس الطبيعي وأخذت تحدق النظر إليه في تحد. فتنهد إيفانز تنهيدة تعبر عن الارتياح، ثم جلس ثانية وقال: حسنا، ماذا دهاكي؟ وتغير صوتها، وكانت نبرته ساخرة متحدية، وقال لها في حكمة وهدوء: أنت امرأة ماهرة يا ميسيس ميريدين، أعتقد أنك تعرفين ما أقصده، ولا داعي لأن أشرح لك. أتعرفين ما أرمي إليه بقولي هذا؟ أعرف ما تقصده. كان صوتها مجردا من أي تعبير، فأومأ لها برأسه في رضا، فهي امرأة ذكية ولا تريد الموت شنقا. رفع قدح الشاي إلى فمه وقال: من أجل حياة طويلة لك ولزوجك. ثم تغيرت ملامح وتعبيرات وجهه من الألم على نحو مفزع، وحاول النهوض كي يصرخ، وتصلب جسده وتحول وجهه للون الأرجواني، ثم سقط ثانية على كرسيه وشجت أطرافه. انحنت السيدة ميريدين إلى الأمام وأخذت تراقبه، وارتسمت على شفتيها ابتسامة خفيفة
وقالت له في لطف ورقة شديدين: لقد أخطأت يا سيد إيفانز، ظننت أنني أود قتل جورج، يا لك من أحمق، يا لحمقتك. جلست لدقيقة تنظر إلى الرجل الميت، ذاك الرجل الثالث الذي كان عقبة في طريقها ويريد إبعادها عن الرجل الذي تحبه. اتسعت ابتسامتها وبدت جميلة أكثر من أي وقت مضى، ثم رفعت صوتها ونادت قائلة: جورج، جورج، أوه تعال إلى هنا، فأنا خائفة من تلك الحادثة المروعة، مسكين السيد إيفانز. تمت بحمد الله.